اوكي، السلام عليكم. معكم عمر وكابتن مارت. اليوم معك فيديو جديد يا جماعة. فاليوم يا جماعة عندنا حلقة جديدة من سلسلة شباب لي، حلقة رقم 14. فاليوم يا جماعة عندنا حلقة ضد ايمان، الجزيرة والوحدة، وممكن نبدأ فترة انتقالات ايضا، و بتعاقد فيها رسميا مع سوتيلدو، وتكتبوا لي منو اللاعبين اللي نتعاقد معاهم في الانستا او في فريقنا. شو انستا؟ شو قلت؟ اوكي يلا. المهم بنلعب هذه المباراة ضد ايمان في ربع نهائي كاس رئيس الدولة. انا توني ادري اني انا نحن اوريدي متأهلين ل ربع نهائي كاس رئيس الدولة ضد ايمان. عندنا 4 مليون يا جماعة عشان اقول لكم، ولي عدنا 700 ألف في ميزانية الراتب. محمد جابر ما بينتقل. عنا 4 مليون و700 ألف في ميزانية الراتب. اكتبوا لي منو اتعاقد معاهم في الكومنتات، يا عشان اتعاقد معاهم ممكن في هالحلقة او الحلقة الجاية. فاهم؟ عنا بعض ايمان فريق مو بضعيف ولا انه فريق قوي. ملعب بالفريق بالطقم الاحمر هالمرة، لانه تعرفتش اللي صار في الحلقة اللي طافت، 4 مباريات كلها بالطقم الاخضر. فحاليا يا خلنا حاليا نبدل، ندخل حارب ولا يحيى غسان. انا اعطي حارب فرصة. اوكي يا جماعة، رجعنا لكم. اول شيء انا ابغى اقول لكم، فترة انتقالات الجاية يا جماعة انا ما اشوف ان عندنا مشكلة في خط الدفاع، لا عبد العزيز هيكل ولا مرزوق ولا توديبو ولا يوسف جابر. اتوقع ان بني بحارس، انا ما ادري، اتوقع ان بني بحارس. جانيف تطوره كان جدا ملحوظ مع الفريق، فاكيد ما بنبيعه. فهذه المباراة بندخل اتوقع عموري بس ما لعب هذه المباراة. عموري خلينا ندخل الوادو هذه المرة. يا خلينا نلعب بهذه التشكيلة، أو أنا في بعض اللاعبين المرهقين هني منهم جانيف طلع. ندخل لو نقوي سعود أو مجد حسن. خلينا يا اخي نلعب بعد المباراة ان شاء الله نفوز. اوكي يا جماعة، شباب لي ضد ايمان في هذا الملعب الغريب. اتوقع اني اول مرة العب في هذا الملعب في بيس حرفيا. ملعب صراحة انا ابا اصلا اني ابدا المباراة بس اخذ اشوف الملعب، يعني لاني ولا مرة في بيس ممكن لعبت في هذا الملعب. يا خلينا نشوف يمكن القول انها تصل على كبير هدف جدا من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. يا شفنا نظرة سريعة على الملعب. خلينا نلعب المباراة. هكا بينية حلوة. الحارب حارب 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 عرضية. يا الله ردت الكرة تسديدة خلص من الحارس. دوادو البينية. حارب تسديدة، والهدف الأول أحمد خليل يسجل الهدف الأول. 1-0 1-0 من الجوت. أحمد خليل يسجل هدف في هذا الملعب الغريب، هدف أول. 1-0. قولي يا جماعة، اكتبوا في الكومنتات هل هالملعب مألوف لكم؟ أتوقع إن في ملعب في الحقيقة يشبهه، بس نشوف كرة تسديدة متابعة من أحمد خليل. تعود الكرة إليهم مرة أخرى. كرة طولية. الكرة البينية والتسديدة والهدف الأول لأيمان. عشان كذي نبغى نشتري حارس. الكرة فوق المرمى.
والله خطيرة كانت التسديدة، والله خطيرة. مايكا يلا يا انتوني، انتوني لا يا انتوني، يلا ردت ردت انتوني، انتوني احمد خليل الهدف الثاني، احمد خليل يسجل الهدف الثاني. الجوت الجوت، من غيرك يسجل يا الجوت، من غيرك يسجل يا الجوت. شوف الكرة عادت لأنتوني، أنتوني عرضية رأسية في الشباك، الهدف الثاني. 2-1 لمصلحة فريقنا، 2-1 لشباب الأهلي، 2-1 للجوت. لمسة بينية، أنتوني 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 أحمد خليل رأسية، لكن خلاص نحاول. انتوني يلا يا انتوني، يلا يا انتوني، يلا يا انتوني الثالث، لكن تصدى الحارس. اوكي ركرة عرضية رأسية، رأسية مرة ثانية من احمد خليل، لكن لا تتخلص. ردت 5 دقايق وقت بدل ضايع. اوكي وانتهت المباراة وكذي نتأهل إلى الدور اللي بعد الدور نصف النهائي، فانفزنا بهدفين لهدف في هذا الملعب الغريب. نسجل أحمد خليل هدفين، مباراة استثنائية بالتأكيد لأنه في ملعب مثل هذا. و يا فزنا 2-1 في هذه المباراة. أتوقع إنه ما في ملعب في المباراة تصل يشبه هالملعب أتوقع. أوكي ف أحمد خليل في كل المباراة. اوكي خوفكان طلعوا الضفرة 4-3 في الأشواط الإضافية، جي جي خوفكان. دانياس فاز على النصر والوحدة فاز على حتى، في نصف النهائي نقابل خوفكان. واو الفريق اللي قابلناه في الموسم اللي طاف، تعادلنا وياهم في الأشواط الإضافية على ما أتذكر، بس فزنا عليهم في الشوط الإضافي، يعني ما خسرنا من خوف كان يعني. فاهم اوكي وليد عباس يعرض بنرفضه، اوكي بنلعب ضد الجزيرة في هذه المباراة، بنلبس الطقم الأخضر ضد علي مبخوت وبرونو أوليفيرا عمر تراوي، لاعبين ممتازين جدا على أنا ما على حسب ما أنا أشوف. دوادو هل أنت جاهز للمباراة؟ ممكن شوي بس ما بيلعب هذه المباراة، بلعب تشكيلتنا الأساسية في هذه المباراة لأن احنا اغلب اللاعبين في مباراة طفت عشان نلعب هذا المباراة بتشكيلتنا الأساسية ضد الجزيرة. ليتس جو. يلا يلا يا انتوني، يلا يا انتوني، يلا يا انتوني، تسديدة الأكثر خارج بطيء في الملعب. انتوني الهدف الأول، انتوني سجل الهدف الأول، نادر ما انتوني يسجل الهدف، هدف يسجل اول هدف في المباراه، بس هدف اول لانتوني. انتوني حاول في اخر مباراتين الحمد لله سجل. تلفينيا يلا ثانية، يلا 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 احمد خليل الهدف الثاني، الجوت احمد خليل يسجل الهدف الثاني 2-0 في شباك الجزيرة، الهدف الثاني لشباب الأهلي. يشوف الكرة عادت البينية من لاسون لأحمد خليل وتسديده حطها في المرمى. انتهى المباراة 2-0 لمصلحة فريقنا. اوكي فزنا 2-0، الوحدة فاز على النصر 2-0، اما بنياس فاز على الفجيرة، والوصل فاز على الظفرة، ومشاجة فاز على العين،
خلينا نشوف حاليا مركز، لا يزال بنياس في المركز الثاني، مشاهد المركز الثالث، إيمان المركز الرابع. أما يعني هذا الجدول، جدول الترتيب هذا شوي منطقي يعني، فاهمني؟ منطقي أكثر من السابق. الحين ما نشوف نادي مثل العين في مراكز الهبوط يعني. اوكي، فاهم. حاليا بلعب المباراة ضد الوحدة ايضا في ابو ظبي، فاهم. يا خلينا ندخل على المباراة اللي بتكون ضد الوحدة في ملعبهم، فاهم. اغلب اللاعبين مرهقين، ابا طلع ارهق ناس منهم يعني. ممكن ندخل مايد حسن في هذه المباراة او ندخل سعود. دخل مايد هالمباراة، نبدأ نخلي الوحدة يلبسون الكحلي، نحن نلبس الأحمر. ليتس جو. شيء لا يمكن وصفه بصراحة. وكا أحمد خليل، يا الله ويلي أحمد خليل. شوف بينية كانت حلوة من لاسون، استلام كان سيء من احمد خليل، من تسديده لخد الحارس. يلا يا انتوني، والرأسية، سدد يا ليمة، سدد يا لاسون. اوكي اوكي اوكي، عرضية، تسديدة والهدف الاول. 1-0 1-0 من فابيو ليمة، نسجل الهدف الاول. 1-0، جول جول جول. شوف الكرة عادت للاسن، لاسن عرضية، تسديدة من ليما والهدف الأول. فايكا لاسن، لاسن، لاسن يلعبها العيد، عيد، عيد يلعبها. عادت كرة البينية ليوسف جابر، أنتوني، يا الله، يا الله، يا الله على هذا الهدف. يا الله على هذا الهدف، انا احتاج اشوف عادة هذا الهدف. شوفوا شوفوا يا جماعة، هدف عالمي. ووب، استلام بوم في الشباك، استلام وبوم في الشباك الهدف الثاني. شوف الكرة البينية من يوسف جابر، استلام على الطاي وبوم، بدون ما تلمس الارض، بدون ما تلمس الارض يرفعها بتسديدة في الشباك. عادت لكن تتخلص. ركو عرضية، لا 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 لا، مايد ناصر حرام عليك انت، مايد ناصر، لا مايد ناصر، ليش مايد ناصر عذبتني؟ يا مايد ناصر عذبتني، مايد ناصر ليش تسوي كذي؟ اوه لوفانور موجود بعد، ما شاء الله. اوه بس مايد ناصر، لا ليش تسوي كذي يا مايد ناصر؟ مايد ناصر شو تسوي؟ اوكي تخلصها، بس انت اللي لعبت لي اياه. يا الله يا مايد ناصر، مايد ناصر انت بتجلطني، مايد ناصر انا بشتري حارس ثاني، انا بشتري حارس ثاني. انا ما باك، انا ما باك، انت ما عندك ايادي، انت ما تعرف تسخ شيء. والهدف الثالث، الهدف الثالث، 3-1 من منو؟ من انتوني. هدف ثالث من اظن ان المباراة قد انتهت بهذا الهدف، ما رايكم؟ من شباب الاهلي الهدف الثالث. اكتبوا لي في الكومنتات حارس اشتريه، ما يتناظر، ما يعرف يزخ دياي. احمد خليل، احمد خليل تسديده تخلص، ما كان في حد موجود. وانتهت المباراة 3-1، فابيو ليما سجل، انتوني سجل هدفين، ويوسف محمد سجل هدف الوحدة بخطأ من مايد ناصر. يا خلنا حاليا نروح و شو النتائج. فانتزنا 3-1، اما بنياس اللي
الفريق الثاني تعادلوا مع الوصل وشارجة فازوا والجزيرة فازوا أيضا. فخلنا نشوف حاليا مركز كلها تقريبا من الأول لين الثامن كلهم نفس الشيء. فالصراع كان موجود من مركز التاسع لين مركز الرابع عشر. ثانيا اوكي يا جماعة، هني مراسل تعاقدنا مع سوتيلدو اللي بيلبس الرقم 7. يبدأ لاسون حيترك الفريق رسميا وبنتعاقد مع هذا اللاعب اللي اسمه سوتيلدو، اللاعب الفنزويلي القادم من نادي سانتوس. بيلعب وبيكون بدلا من لاسون. ربكم انا سوتيلدو، أشعر بالإثارة اللي أبدأ هذا الفصل الجديد من حياتي. شكرا جزيلا للمشجعين على ترحيبهم بي. خلنا نصنع التاريخ جميعا. أنا ما قدرت غير عشان أدرب سوتيلدو ريتنج ماله أعلى من لارسون، بس ممكن لارسون يكون أفضل. تمكنا من الحفاظ على هذا الزخم فكنت نتمكن من تحقيق الهدف على الموسم. أوكي بالطبع سنبدأ قصار جهدنا. أوكي خلونا أقول لكم، أصلاً في لاعب أذكر اسمه ماتوندو أنا ما أدري. في لاعبين يطلبوا تجديد عقودهم، أو في لاعبين لازم نجدد عقودهم بسرعة مثل توديبو. يوسف جابر بيعتزل في الموسم الجاي، جانيف ايضا نجدد له، عيد خميس ايضا نجدد له، انتوني بعد نجدد له. ما ادري ليش نحن لازم نجدد حق كل لاعب موجود عندنا. سعيد احمد بعد بينتقل، محمد جمعة يبغى ينتقل بعد، عبدالله النقبي بعد بيعتزل. عدنا 3 لاعبين بيعتزلون، عبدالله النقبي وسعيد احمد ويوسف جابر. يا غسان يطلب تجديده، محمد جمعة ما يبغى تجديده، وحارب ايضا ما يبغى تجديده، وليد عباسي بيجدد. جميل. سبيل صالح ومروان فهد يبون ينتقلون، طبعا عيسى وليد ومحمد جابر يبغى يجدد. يقول جيسوس ما يبغى يجدد، كامون يقول 500,000 يقول 500,000 يقول جدد بس. يا خلينا نشوف حاليا من اللاعبين الجداد اللي عندنا. اوكي يا جماعة، فعندنا لاعبين وايد اضافوا لقامة الفريق، فريق غديف اتوقع. اكثر لاعب عندنا في الريتنج طاقته 71، بعدين هذا 70، بعدين هذا 70، 69 بعد، بعدين اوكي. يا هل تبون نتعاقد مع لاعبين من الأكاديمية يعني؟ هذا أبغى أقول لكم إياه. خلنا ننزل تحت لنا، ممكن حصل لاعبين يعني ممكن موجودين في الحقيقة. خلنا لاعب اسمه جوسيدو، ما أدري أنت منو.
اوكي فمكتبوا لي يا جماعة في الكومنتات، أنا بقى مساعدتكم في الحلقة الجاية، هل نبيع مايد ناصر؟ لأن مايد ناصر عنده عرض، وفي الحلقة الجاية بنلعب ضد خوفكان وعيمان، أيضا بنرد نلعب ضد خوفكان في نص نهائي دوري أبطال آسيا. فأنا وصلت الفيديو، أتمنى أنكم استمتعتوا، لا تنسوا لايك وسبسكرايب والجرس. كان معكم عمر، مع السلامة.